بينو بقول لك ايه؟ ايه؟ انت ازاي بتخلي شعرك عامل كده؟ دخلت اتكلم معاه بكل هداوه، بلومه، بعاتبه، بصحى من النوم اقول له ايه يا شعري، مالك اتخشن كده ليه النهارده؟ بلوم شعري على بطني فاضيه كل يوم، مي 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 مي. ازاي تخلي بس عيب كده؟ ما اسموش من الاول، وده اسمه هير روتين. يعني انت تقومي مثلا في كذا ستيب لازم تعمليه. احنا شعرنا عندنا الصيف حر، خلي الشعر هيشه، اسمها فريزنس. نو نو نو، فريزنس دي لو انت مثلا بنت طيبه سوشيالي اكسبتبل، شعرك ليس تلاقي كله تمام، لكن احنا شعرنا هايش، احنا شعرنا كيرلي. عنصري بيعنصر على شعرهم ليس. انا عندي اصحاب شعرهم ليس واصحاب من واحنا صغيرين، عمرنا ما قلنا مين شعره ليس ومين شعره كيرلي. انت شامبوك ده بقى سلفيت فري؟ بيرغي، بيعمل رغاوي يعني. انا اللي هطلع رغاوي من بقي. بصي بقى، الشامبو ده اهم حاجه فيه ايه؟ هتجيبيه تستخدميه مره واحده ترميه خالص، اكتر من مره انت اذيتي نفسك وديتي نفسك في داهيه. ما مغسلش شعري تاني ابدا بقى، سيبه يقدم. الجايب لي شامبو مكتوب عليه للشعر المجهد والتالف والمجعد. في حد يكلم اخته الكبيره كده؟ بصي بقى، عندنا كمان ايه تاني؟ ده المويسترايزر، ده تطلعيه بعد الشامبو على طول، بس تحطي حبه صغيرين قوي عشان ليت الجزء لونج وي لونج 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 وي لونج وي. شبهي؟ لا مش شبهي. لا لا مش شبهي خالص. الا ما بسيبش انا بيقع. فين بقى البلسم؟ لا عشان كده اللولوه بتاعتك جايه ايه، يمين في شمال مش شمال في يمين، بريتش. الزيت ده، الزيت ده مستخلص من 6 بذور نادره جدا يا رب. عندك زيت بذره الكتان، زيت بذره اللوزه، زيت بذره عباد الشمس، وعارفه في ايه كمان؟ في بابي ميلك. جه يعمل حمام زيت، انت عارف تسخن الزيت قبل ما تحطه على شعر، فراح رامي فيه سكالوبا. ممكن ننام على مخده ساتا او نلف شعرنا باشاره بالساتا. الساتا حلو قوي في الموضوع ده، في طعم ساتان. وده ايه ده بقى ده؟ لا دي قهوتي. بيلولو ومش بيلولو؟ مش اي حاجه نحطها عشان غير لو انت يعني متخلفه شويه. بص 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 بص، هو مش اخويا؟ هو مش اخويا؟ لا لقيناه على باب جيم. محتاج يحط ميه رز وميه ورد على شعره. انا بعمل كده، ميه رز، ميه ورد، ميه مواعين، ميه على الرئه، اي حاجه سايسه عندك في البيت حطيها على شعرك. انا هوريكي عره الهيت فري كوميونيتي. الهيت فري ازاي يعني؟ اقنعته. يور ديلوجنال. ديلوجنال في ايه؟ بتقولي ايه؟ ايه ولا ايه اللي في ايدك ده؟ منتف. ممكن ايدك جنبك بس فاهميني، نتكلم بالراحه بس. حلو. لا حلق خالص، حلق خلاص بعد ما اتكلمت. حاجتي انا. حاجتك انت؟ انا مش اختك. يعني انا بجد ولا؟ وحاجتك دي؟ لا دي حاجتي انا. وشعرك ده؟ ده شعرك. بجد؟ بس انت المفروض تحلق. اوعى يكون شعرك. لا فاتي وخلاص بقى، بطل فاتي وبطل الحاجات دي. انت تحت اهي، بص، سلفيت فري اهم حاجه، يبقى سلفيت فري، لان السلفيت ده هو اللي بيدمر الشعره خالص، هو اللي بياخد الشعره ويبدا يتامر عليها مع البصله.